مساء الخير. توشيح عدد من ضباط وجنود الجيش والدرك الوطنيين، الإعلان عن إنشاء فريق برلماني للصداقة الموريتانية الغامبية، والجيش ينزل لشوارع تونس بعد احتجاجات وأحداث شغب. أهلا بكم. موشح وزير الدفاع الوطني زوال اليوم باسم رئيس الجمهورية عددا من الضباط وضباط الصف والجنود داخل قطاعي الجيش والدرك الوطنيين، وشملت التوشيحات عددا من الضباط وضباط الصف على إثر انتهاء مأموريتهم في القوة المشتركة لمجموعة الخمس بالساحل. ردت الشركة الموريتانية للكهرباء الانقطاعات التي شهدها التيار خلال الساعات الأخيرة داخل بعض أحياء نواكشوط إلى تلف كابلات أرضية ذات جهد متوسط، وقالت الشركة إن إشغال حفريات كانت تقوم بها إحدى المؤسسات أدت إلى إتلاف الكابلات، وأن الفرق الفنية للشركة تمكنت من إصلاح العطل. أعلن صباح اليوم في نواكشوط عن انطلاق الأنشطة الرسمية للفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الغامبية، ويهدف الفريق بحسب القائمين عليه للمساهمة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين والدفع بها لخدمة المصالح المشتركة. تتواصل في مدينة سيليباب بولاية غيديماغا مسابقة دخول السنة الأولى من المعهد الجهوي للدراسات الإسلامية في الولاية، ويشارك في المسابقة 146 طالبا محضريا، يمنح للمتأهلين منهم شهادة البكالوريا بعد 3 سنوات من التحصيل المستمد من المواد الأساسية التي تلقوها محضريا. انتشرت وحدات من الجيش التونسي على الأرض إثر أعمال شغب بين متظاهرين وعناصر الأمن، رافقها حرق واقتحام محل تجارية وبنوك وإدارات تابعة للحكومة. وأعلنت الداخلية التونسية عن اعتقال 630 شخصا أغلبهم قصر، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي طالت 6 محافظات بالتزامن. في أمان الله.